خلاص يعني. اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في اولى حلقات برنامجكم المنافسه. في المنافسه احنا هنتكلم وهنتنافس سواء ما بيني وما بين زمايلي اللي موجودين معايا في الاستوديو، او ما بيننا وما بين حضراتكم، وهنتناقش في اهم الموضوعات اللي بتهم كل بيت مصري. احنا مش هنختص في فئه معينه عمريه محدده، ولكن هنتكلم بشكل عام. ولكن حلقه النهارده هتهم اكتر المتجوزين او المقبلين على الزواج، سواء كنت مرتبطه او مخطوبه. فرستخ كده يا زكي رستخ، اكتبي ورايا ورا وقلم، احنا هنعمل ايه بالظبط. خلوني في البدايه ارحب بزمايلي اللي موجودين معايا في الاستوديو. طبعا السيدات اولا، اهلا وسهلا بيكي يا فاطمه. اهلا يا عامله ايه؟ الحمد لله تمام. والكينج اللي منورنا النهارده اللي هينافسنا محمد، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك. هنتنافس النهارده ولا هنعمل ايه؟ ايوه طبعا كده هكون في منافسه، ومنافسه شرسه كمان. شرسه كمان، ربنا يستر. موضوع حلقتنا النهارده عن الانفصال النفسي. طبعا انت هتستغربي، في حاجه اسمها انفصال نفسي؟ انا زي ما كنتش اعرف لسه عارفه دلوقتي. هنعرف دلوقتي بشكل اوضح مع فاطمه. وضح لنا يا فاطمه، ايه رايك عن الانفصال النفسي، وهل هو بيكون قبل الطلاق ولا بعد الطلاق؟ لا يا يارا، الانفصال النفسي ده قبل الطلاق بكتير. الطلاق ده اخر مرحله بتاعت المأذون، دي نهايه اخيره يعني. طب ايه رايك يا محمد في كلام فاطمه وعن الانفصال النفسي؟ والله انا اتفق معاها تماما، لان من ضمن مراحل الطلاق هي الانفصال النفسي. والانفصال النفسي ده عباره عن ان الزوج والزوجه ما بيكونش في بينهم اتفاق، بيكون في ما بينهم خلافات كتيره دايما، وبتكون بدايه لانهيار بيت كامل، وتكون نهايه للاسف. يعني انا عايز اقول لك ان انا واحد من الناس، انا مريت بالظروف دي ومع ذلك بحاول اعدي. والله انا شايفه ان اي واحد او واحده بيبقوا شايفين ان هم ماشيين في الطريق الصح. طالما انت شايف ان انت في الطريق الصح فانت كده في امان. حسيت ان انت ماشي في الطريق الغلط، اعرف ان انت كده في خطر، يبقى قط وقطع الصفحه، صفحه من اول وجديد، ونقطه ومن بدايه السطر. شكرا. ده اللي انا شايفاه ان هم اصلا المفروض ان هم يعملوه. ففي مراحل بيتكلموا فيها، مراحل عن الطلاق بقى قبل الطلاق كده بيبقى في مراحل. ممكن تكلمنا بقى عن ايه المراحل دي؟ يعني من ناحيه الراجل، فهو الراجل دايما بيحب ايه من الست غير الطاعه. لكن في الزمن اللي احنا فيه ده ممكن الست تتحامل على الراجل مش تتحامل على نفسها، تكون ند قوي للراجل في خلافات ممكن هي تكون في غنى عنها. ليه هي ما تكونش انسانه سويه مع نفسها؟ ليه ما تكونش ان هي تحاول بقدر الامكان تطيع؟ انا مش يعني مش بقوي شخصيه الراجل، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما ينفقون. فربنا سبحانه وتعالى فضل الرجل، لذلك الست بتحاول بقدر الامكان ان هي تقلص حق الرجل. ولا حضرتك شايفه حاجه غير كده؟ لا 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 تمام. انت شايف ان انت يعني عايز تدي للراجل حقه قوي يا استاذ محمد. يعني ما كل انفصال نفسي عدم الاهتمام، ما ممكن الست طبعا عدم الاهتمام، انت ما بتهتمش بيها، ده بيبقى انفصال نفسي. بترمي عليها مسؤوليه الاولاد، انفصال نفسي. الخيانه، انفصال نفسي. يعني عايزة اوضح لك ان الانفصال النفسي ده انتوا برضك بتعملوه الرجالة طبيعي، لان الراجل مش بيبقى بشكل مثالي يعني طول الوقت. لا مش ملاك ومرهم يا يارا. آه يعني طبعا اكيد، يعني لا عندكم غلطات كتير لو سمحت. لا على فكرة، يعني انا كراجل في يعني جزء كبير جدا الست تتحمله في هدم البيت. اولا تكون راجع من الشغل وتعبان، حابب انك تقعد مع مراتك واولادك وتفرح وتتبسط، لا مبلاك على البيت. انت جيت؟ ايوه جيت. يا امال ما جيتش يعني؟ ايوه جيت. ما هي لازم تقابلك بصوره كويسه، لازم تحسسك بالاهتمام، لازم تخلي لك انت داخل جنه مش داخل شقتك. ده من وجهه نظري. ليه انتوا ما بتحسوش بالجنه، بتحسوا بالنار؟ والله يعني طبعا انتوا كستات من وجهه نظركم ان انتوا صح واحنا غلط، واحنا كرجاله من وجهه مش نظرنا. الفكره بس اللي بيوصلنا لكل المساله دي والنقطه دي، ان قله الكلام اصلا بتوصلنا للانفصال الفكري، وقلة العاطفة والحب بتوصلنا للانفصال العاطفي، وبالتالي بيجي وراها الانفصال الجسدي اللي هو اصلا احنا ما بنبقاش طايقين بعض، طيب او ما بنبقاش عايزين، مش متحملين ان احنا في حياة بعض اصلا، تحس ان احنا مغصوبين على بعض. طيب انا عايز اعرف رأي حضراتكم في الكلام اللي احنا بنتناقش فيه ده. هل الراجل هو السبب في الانفصال النفسي ولا الست؟ احنا وزمايلي العزاز استاذة يارا والاستاذة فاطمة بتتناقش في الموضوع ده، بس من وجهة نظري ان الراجل ليه عليه، لكن الست مالها الست يعني؟ لا مفيش حاجه، الست زي الفل. ايوه والله كل ده بيحصل بسبب الاختلافات والبعد وقله الكلام، و
ما بقاش فيه اهتمام زي الاول، فانا شايفه ان ممكن هي تتحمل اي حاجه طالما ما فيش لا اهانه ولا ضرب ولا شتيمه او ولا اهانه طبعا ولا تعدي على في ناس بتضرب، في رجاله بتضرب طبعا. طبعا انا عارف حاجه زي كده وعاصرتها وعشتها، لكن ما فيش راجل بيوصل للمرحله دي غير لما بيكون جرب كل المراحل، بمعنى ان هو مثلا بيكون جرب الحنيه مش لاقي، جرب الاهتمام مش لاقي، جرب الحب مش لاقي. وللأسف الأهل ليهم عامل سلبي على الحياة دي. الأهل لو هم بدروا بالصلح وقالوا لا لازم تعيشي ولازم تعيش، ما كانش البيت ده هيتهد. لكن الأهل، الأب إزاي يضربك؟ لا تعالي بالبلدي كده، هنتكلم بالبلدي، أنا مش هقول لكم إن أنا جاي بدلة وكرافتة وهتكلم، لا أنا بتكلم بالبلدي. بالبلدي كده بيجي يقول لها تعالي كلي، أيوة بالظبط كده، وارمي 10. والأم إزاي يشتمك يا ستي في إيه؟ لا إله إلا الله. عشان نحافظ على البيت لازم الأهل يبعدوا من الطرفين، الزوج أو الزوجة يفصلوا حياتهم عن أهلهم ويحلوا مشاكلهم، ده من وجهة نظر طبيعي، وده بيبقى حالات شاذة، ده مش بيبقى اللي موجود في أغلبية العلاقات أو المشاكل الأسرية، بيبقى في مشاكل كتير جدا، وده بيؤدي للنهاية في الآخر الانفصال، اللي هو الانفصال الشرعي، اللي هو خلاص إن هو الراجل خلاص يقول كلمته هنا. فهنا بيبقى في فترة عدة صح كده؟ اكيد طبعا، اللي هي 3 شهور بيحاولوا اللي هم يتقربوا من بعض اكتر، اللي هي اصلا المرحلة اللي هي قبل الاخيرة يعتبر، اللي هي قبل الانفصال النفسي اللي هو موضوع حلقة النهاردة. فترة العدة دي ايه اللي ممكن اصلا يحصل فيها؟ هو فترة العدة دي من وجهة نظري وانا مش هقدر افتي فيها، لكن من وجهة نظري فترة العدة دي عبارة عن ان ربنا سبحانه وتعالى مش حابب ان يكون في اختلاط الانساب، بمعنى ان هو دلوقتي انا مثلا وليكن طلقت زوجتي، فزوجتي دي مثلا وليكن ممكن تكون حامل وانا ما اعرفش وهي ما تعرفش، فممكن لو هي اتجوزت بعد طلاقي ما نعرفش ده منتسب لمين، الطفل ده ابن مين بالظبط. فربنا سبحانه وتعالى حدد شهور العده دي عشان يبان ان كان في جنين او ما فيش. عايزه برضه اقول ان ربنا قادر على كل شيء وقادر يغير كل شيء، قادر يحيي الحب اللي ضعيف او الحب اللي مات اصلا. انتوا وانتوا بتتفرجوا علينا دلوقتي شوفوا انتوا في انهي مرحله، وقفوا مع نفسكم واقفه كده اللي هو واجهوا بعض، اتناقشوا مع بعض، خلوا المناقشه فيها تواضع، فيها حب، فيها حنيه، اللي هو اتكلموا مع بعض احنا ليه وصلنا اصلا للمرحله دي، طب انت محتاج مني ايه، طب انت كذلك محتاجه مني ايه. انت ممكن تكون بتجيب لها نجمه من السماء بس هي مش محتاجه النجمه دي، ممكن تكون محتاجه حاجه بسيطه قوي قد كده انت ما تكونش واخد بالك منها. احنا احتياجاتنا كستات او كبنات مختلفه مش زي بعضنا، فممكن تكون بتجيب لها نجمه من السماء بس هي بالنسبه لها عادي، هي مش ده اللي هي محتاجاه. فالانسب انت تشوف هي محتاجه ايه، والانسب برضو ان انتوا تشوفوا انتوا مع بعض انتوا عايزين تكملوا ولا لا، لان اكيد لو في اولاد ما بينكم دول هيتاثروا جدا، وهم مش ذنبهم اي حاجه ان هم يدفعوا فاتوره هم ما حاسبوش عليها اصلا. لا اسمحي لي، يعني انا اتفق معاك في جزئيه وجزئيه لا. الست اللي بتفكر ان اي ولد او اي بنت او عموما يعني بمعنى اوضح ان الاولاد بيربطوا الراجل، عندنا امثله كتيره جدا كتيره جدا ما تتعدش، ان في ستات ورجاله اتجوزوا واتطلقوا وعندهم اولاد، مفيش حد بيربط حد. الراجل والست لما يحس، الراجل لما يحس بكينونته في البيت فهو هيحب البيت، لكن لما يحس ان هو بيجي من نار ويدخل نار، النار اللي هي الشغل، ويدخل نار تانية، فمش هيفرق معاه غير نفسه. في الزمن اللي احنا فيه ده وفي الضغوط النفسيه اللي احنا بنعاصرها كلنا وعارفينها كلنا، لازم نتحمل بعض. لكن للاسف دايما الست تقول لك انا بربطه بالعيال ومهما اعمل فيه مش هيستغنى عني ولا هيستغنى عن اولاده، ولو حصل وانفصلوا بتكون الاولاد هي الضحيه، تقول له لا ما يشوفش ابني، ما يشوفش بنتي، ما يشوفش اي حد. ده اللي بيحصل. لا ما اعتقدش، مش كل الستات طبعا كده، لا في ستات كتير محترمه وما بتحرمش اولادها من ابوها حتى بعد الانفصال، ان بتبقى عارفه ان بيقع عليهم ضرر. صح يا استاذ؟ اكيد طبعا، لازم هما الاثنين يتغاضوا عن حاجات كتير، مش هوقف ابني في المحكمه ما اقول له تعالى ارفع على بابا ولا ارفع على لا طبعا. وما هيقش للطفل بردك اللي هو ابوه يجي يشوفه مثلا في نادي نص ساعه، يعني ده ابوه مش هيخطفه يعني ويجري، بس بيرجع للاخر اللي بيعمل النقطه دي هو الراجل. عارفه ان انت كتير جدا بتتألمي، وعارفه ان انت كتير جدا بتبقي محتاجاه ان هو يبقى موجود جنبك، حتى لو موجود جنبك انت اصلا ما بتبقيش حاسه بيه، فبيبدا عندك تنور لمبه انا عايزه اتطلق، يبدا ينور عندك كشاف انا خلاص انا حياتي كده انتهت انا مش عايزه اكمل معاه، يبدا ينور عندك كشاف انا خلاص انا جبت اخري.
فانا حاسه بيكي وعارفه انت بتمري بايه دلوقتي. وبالظبط موضوع حلقتنا عن الطلاق، لو انت شايفه ان الطلاق ده اخر مرحله انت هتوصلي ليها، ولكن عشان هو مثلا ما بيهتمش بيكي او ما بيدلعكيش او ما بيهتم او ما بيخرجكيش، ده كل ده هنعالجه ولكن في الحلقات اللي بعد كده ان شاء الله. احنا طبعا عايزين نطلع فاصل، بس قبل ما نطلع فاصل الفقره اللي جايه ان شاء الله هتكون معانا ضيوف كسبوا معانا في حلقه النهارده وهنكرمهم معانا. تواصلوا معانا من خلال قناه المواطن الزملكاوي بتاعت استاذ محمد، فان شاء الله هنكرمهم في الفقره اللي جايه. عايزين تعرفوا هم تواصلوا ونجحوا معانا ازاي، تابعونا باذن الله وهنقول لكم عشان تبقوا ضيوفنا في الحلقات اللي جايه. فاصل قصير قد كده ونرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كافيه المنسي في من القمح محافظة مركز من القمح محافظة الشرقية. بننقل لكم فعاليات مباراة الزمالك والأهلي بعد انتهاء الشوط الأول وفوز الزمالك في الشوط الأول 2-0، وكان الزمالك قادر ان هو يجيب 3-4 لولا طبعا عدم التوفيق. الأهلي ما كانش موجود، الأهلي في آخر 5 دقائق بقى ند قوي للزمالك. تقريبا ملخص الشوط الاول هجمتين فقط للاهلي، مع العلم ان الاهلي في حاجه غريبه، في حاجه مش مظبوطه، مش ده الاهلي اللي احنا نعرفه. طبعا نقلنا لحضراتكم فعاليات الشوط الاول اللي بادئ زي ما حضراتكم شايفين. الشوط الاول دوت بنتكلم عن الزمالك اللي قدر يستحوذ بنتيجه كبيره جدا، قدر يستحوذ على الاهلي بنتيجه 2-0. جاب الهدف طبعا احمد سيد زيزو وإمام عاشور. طبعا الهدفين زي ما حضراتكم شفتوهم هدفين كانوا في منتهى الجمال، هدفين جمال جدا. الهدفين دولت قدر الزمالك يقدر ينفذ الخطة المرغوبة، قدر الزمالك يقدر يخلص على المباراة إكلينيكيا، بس لسه الكورة لسه فيها كتير والكورة لسه فيها جديد. هنتقابل معاكم بعد انتهاء الشوط الثاني والمباراة، استنونا من كافيه المنسي. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وفقرة جديدة من تغطية مباريات الزمالك والاهلي اللي حصل النهاردة الزمالك على كأس مصر بالفوز على النادي الاهلي العريق 2-1. معانا ومعاكم ضيوف من الطراز الكروي، من الطراز المصري اللي بيحب الكورة. طبعا هنبدا بالطفل الجميل ده عشان نتعرف عليه بعد اذن حضراتكم. عرفنا باسمك. محمد. ايه طيب؟ احمد فتحي عامر. زملكاوي ولا اهلاوي؟ اهلاوي. طب قوم اقف يا محمد. اهلاوي مش هتقعد. يعني انت اهلاوي ها؟ تشجع مين في الاهلي؟ ايه اللاعب اللي انت بتحبه في الاهلي؟ مين هو؟ الشناوي. ايه رايك النهارده في المباراه يا محمد؟ حلو. من وجهة نظرك الأهلي كان بيلعب كويس ولا كان بيلعب تعبان وحش؟ كان بيلعب كويس. كويس وخسر؟ طب من وجهة نظرك مين يتحمل الخسارة؟ الأهلي. الأهلي نفسه؟ يا شكرا يا محمد. وبنرحب بالأستاذ وبنقول له عرف حضرتك معانا. عمر عبد المعبود. أستاذ عمر، حضرتك زملكاوي ولا أهلاوي؟ زملكاوي. طيب ايه رايك في المباراه النهارده ومن رايك مين سبب الفوز وايه التكتيك اللي كان موجود في المباراه؟ المباراه النهارده بسم الله ما شاء الله كان كويس، اداء النادي الزمالك كان كويس جدا واللعيبه كانت مأديه اداء حلو كويس،